رحلة عظيمة في خدمة العلم والإنسانية بدأها عالم جيولوجيا المصري العالمي الدكتور فاروق الباز من قلب الدلتا إلى سطح القمر. رحلة طويلة من الكفاح والنجاح بدأت من جامعة عين شمس في عام 1958، عندما حصل الشاب المصري النابه فاروق ابن العالم الأزهري السيد محمد الباز على البكالوريوس في علوم الجيولوجيا، ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة ليحصل على الماجستير في جيولوجيا من معهد المناجم والفلزات. وفي عامه 26 حصل الباز على الدكتوراه في علم الجيولوجيا من جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا. المشوار الأكاديمي للعالم المصري بدأ بالتدريس في جامعة أسيوط، ثم جامعة ميزوري الأمريكية، وبعدها جامعة هايدلبرغ الألمانية بين عامي 1964 و1965. شارك الدكتور فاروق الباز في اكتشاف حقل المرجان بمنطقة السويس، ثم اتجه إلى استكشاف جيولوجيا الأرض، فزار جميع مناجم الولايات المتحدة، وهو ما منحه خبرة كبيرة كانت السبب في اختياره للعمل كمشرف على دراسات القمر ضمن مشروع وكالة ناسا، ثم انضم لفريق برنامج ناسا لرحلات القمر واختيار مواقع هبوط سفينة أبولو على سطحه وتدريب رواد الفضاء على اختيار عينات تربة القمر. عين الباز رئيسا لفريق تدريب رواد الفضاء، ومنذ عام 1973 حتى عام 1982 شارك في تأسيس وإدارة مركز دراسات الأرض والكواكب في المتحف الوطني للجو والفضاء بواشنطن. وفي عام 1975 شغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء والتصوير في مشروع الرحلات المشتركة لأبولو وسويزو. وفي عام 1978 اختير الباز لمنصب المستشار العلمي للرئيس الراحل أنور السادات، وكان مسؤولا عن اختيار المناطق الصحراوية القابلة للاستصلاح في مصر، وحصل وقتها على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى نظير خدماته العلمية الكبيرة. عمل الدكتور الباز مديرا لمركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، وأشرف على أبحاث تطوير تقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقاتها في مجالات البيئة والصحة والزراعة. وخلال عمله طور نظام الاستخدام الاستشعار عن بعد في اكتشاف بعض الآثار المصرية، وللعالم المصري الكبير 12 كتابا منها أبولو فوق القمر والصحراء والأراضي الجافة وحرب الخليج والبيئة وممر التعمير في الصحراء الغربية بمصر. شغل الدكتور الباز رئاسة وعضوية العديد من المنظمات العلمية والأكاديمية، منها الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة والجمعية الملكية في لندن وجمعية الجيولوجيين الأمريكية، التي أطلقت جائزة سنوية باسم جائزة فاروق الباز لأبحاث الصحراء. وحصل العالم المصري على ما يقرب من 31 وساما وجائزة، منها ميدالية الخدمة المتميزة من وكالة ناسا الأمريكية ووسام النيل أرفع وسام مصري وجائزة إنجاز أبولو وجائزة الباب الذهبي من المعهد الدولي في بوسطن. وفي عام 2019 أطلقت وكالة ناسا اسمه على الكويكب 7371 تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.